السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا مشاهدي ومتابعي برنامج أسئلة كورونا في هذا العدد الخاص الجديد. برنامج أسئلة كورونا كيرجع من خلال هذه الحلقات الخاصة. الأسبوع الماضي كنا تكلمنا على التعليم، اليوم مازال كاينة الهضرة كثيرة على المدارس المفتوحة في وجه التلاميذ والمدارس اللي قالت لوليداتها وبنياتها ووالديهم بقاو في الدار، القراية راها عن بعد خاصة في المدن اللي كتعرف واحد الارتفاع واضح في الحالات ديال الإصابة بفيروس كورونا، ولا المدارس اللي جات في مناطق ولا أحياء مغلوقة فيها هاد المدارس من طرف السلطات المحلية، لأنها هاد المناطق مصنفة كبؤر وبائية. وكذلك كاين الناس اللي اختاروا هادشي راه عرفناه الحضوري، ولكن ها هما تيقراو عن بعد. اليوم غادي نتكلموا على هذه المواضيع المتعدده بتفصيل، على الصياغ التعليميه المتعدده وكيفاش كتم هذه العمليه في اسبوعها الاول اللي هو اسبوع التنزيل ديال مقتضيات الدخول المدرسي، وكيفاش راها غاديه الامور حتى اليوم. الوزاره شنو دارت وشنو عملت باش يكون الدخول المدرسي اللي راه استثنائي بكل المقاييس خاصه بالنسبه للحضوري، وفيما يتعلق بالحفاظ على سلامة وصحة الأسرة التعليمية كلها بما فيهم الدراري واللي كيقراو في المدرسة، وكذلك الأطر التربوية والإدارية ووالديهم حتى هما. لهذا الغرض معنا ضيوف إذن من طنجة عبر تقنية سكايب. معنا السيد محمد عواج اللي هو مدير أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة. مرحبا بك أستاذ. شكرا على الدعوة وتحية للضيوف الكرام وتحية كذلك لجميع المشاهدين والمشاهدات. وكذلك معنا مباشرة من مكتب القناة الثانية من طنجة السيد حسن عبو اللي هو رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. مرحبا بك سي عبو. مرحبا سي صلاح، شكرا على الاستضافه الكريمه، مرحبا بالسيدات والساده المشاهدين وبكل اباء وامهات واولياء التلاميذ وبضيوفك الكرام. راك تتنوب عليهم انت يا وتبارك الله عليك. ومعنا هنايا في الاستوديو الاستاذ خالد احجي، استاذ باحث بالمركز الوطني للتوجيه والبرمجه البيداغوجيه، وانتم كذلك مدير ديال مجله علميه متخصصه في التقييم والبحث في المجال التربوي. مرحبا بك استاذ. شكرا السي صلاح، مرحبا بالجمهور الكريم، مرحبا كذلك بالضيوف. اريد فقط ان اصحح، انا استاذ باحث بمركز التوجيه والتخطيط التربوي. والتخطيط التربوي ماشي البرمجه. ماشي البرمجه لا. كاين فرق ما بين التخطيط والبرمجه، وغادي غادي غادي يبان هذا الشيء هذا ان شاء الله وحنا تنتكلموا، ولكن حنا راه جايبينك بالصفه ديالك كمدير ديال مجله متخصصه في التقييم والبحث في المجال التربوي، وكذلك انتم راكم عضو ديال الخليج. معتبر الديناميه الاجتماعيه والتربيه بكليه علوم التربية. نعم سيدي، إذا مرحبا بكم جميعا الأساتذة الأفاضل. قبل ما تنبداو ولات عندنا هذه العادة كنبداو ديما بالردود ديال الفعل. خلاص القراية راه عرفنا بأنها بدات في 7، والناس بداو تيدخلوا اللي مشاو للمدارس واللي كيقراو عن بعد حتى هما راهما بداو تيقراو عن بعد، وهذا الشيء كله راه جا من البلاغ. كان واحد البلاغ ديال الوزاره اللي كان اعلن وحدد بان ما يتعلق بالدخول المدرسي فهو غادي يكون في 7 شتنبير وفي الفعل جميع التلميذات والتلاميذ، وانه غادي يتم اعتماد التعليم عن بعد حصريا بالنسبه للتلميذات وتلاميذ المؤسسات العموميه والبعثات الاجنبيه اللي في المناطق والاحياء المغلقه المصنفه ضمن البؤر الوبائيه. ولكن غادي نشوفوا بان حتى اللي اختاروا الحضوري فجاء واحد الطريق مستجد بان ولات بلاصتهم فيها منطقه اللي هي بؤره وبائيه. اذا غادي نشوفوا ردود الفعل اللي كانت كثيره ومتنوعه في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الشبكه العنكبوتيه عبر المواقع الالكترونيه، وحتى حديث الشارع كله على موضوع التعليم الحضوري عن بعد
والإكراهات ديالهم. إذن هذه الفقرة هذه ديال كتبوا وقالوا هذه الفقرة هذه كنقراو في البداية من عنوان ديال موقع القناة الثانية بحث بت وزارة التربية الوطنية لحصص المراجعة عبر البث التلفازي. كذلك كنلقاو الكثير مثلا هاد الصورة اللي كيقول أتوقع في الأيام القليلة المقبلة أن يعتمد المغرب التعليم عن بعد في كافة ربع المملكة. إذن كاين مجموعة ديال الآراء، مجموعة ديال المواضيع اللي كلها جات من بعد القرار اللي كنشوفوه ديال البلاغ ديال وزارة التعليم واللي تيقول بأن القراية غادي تبدا في 7 شهور تنبيه. إذا غادي نبداو المحور الأول نتاعنا اللي هو التعليم الحضوري انطلاقة ناجحة وحذر كبير. غادي نبداو من مدينة تطوان. مع السي محمد عواج مدير أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة. انتم راكم النهار كله انتم ما بين طنجة تطوان الحسيمة، راكم غاديين مازال هذا الأسبوع هذا ديال الانطلاقة ديال الموسم الدراسي. الله يعاونكم اولا. بعدا كي دايره عندكم الوضعيه في هذه الجهه هذه؟ كي دايره هذه الوضعيه هذه ديال الدخول المدرسي في زمن الكورونا؟ سي صلاح، غادي نقول وضعيه عاديه ودخول مدرسي عادي، ولكن هذه العاديه غنسطر عليها في ظرف استثنائي. شنو كنقصد بعادي؟ اننا كنشتغلوا في واحد الظرف استثنائي، تاخذنا واحد المجموعه الاجراءات مع التلميذات والتلاميذ والاساتذه وجميع المتدخلين الامهات والاباء، وحنا كننزلوا في هذه العمليه. الا سمحتي لي، الوزاره شنو قالت؟ الوزاره قالت في البلاغ الاولاني ديالها ستعتمد التعليم عن بعد وستترك الاختيار للاباء. واش بغاوه حضوري او بالتناوب؟ حضوري هي 100% حضوري، بالتناوب يمكن يكون نصف حضوري ونصف عن بعد. مزيان. اللي خدينا الاستمارات من عند الاسر كانوا جوج المسائل ضروريين. المساله الاوليه، ملي غادي يطلبوا الاباء ومجموعه اكثر من 80% طلب الحضوري، خصنا نشوفوا الشروط الصحيه ديال التباعد وديال تواجد الاقساب مع الاخوان ديالنا في القطاعات المختصه وعلى راسها الصحه والسلطه. نعم. ثانيا، هذاك المؤسسات اللي غادي يطلبوا الحضوري، واش موجوده في بعض الاحياء اللي فيها واحد النسبه ديال الوباء مرتفع ولا لا؟ نعم. بالتالي كانوا ثلاثه الشروط. ايوا، والنتيجه ديال هذا الشيء هذا دابا الحضوري. دابا النتيجه استيعابيه وما فيهاش اشكال صحي، راهم تيقراو حضوري 100% خصوصا في البوادي فين كاين الاقسام مخففه. ياك. كاين مؤسسات اللي طلبوا حضوري وكان لزوما كان واجب علينا باش عدد التلامذ، مثلا حنا عندنا 30 في القسم، بعض المرات اكثر من 30. ياك، كنقسموا للتفويج. ملي كنقسموا للتفويج غيرجعوا لهذه الاقسام بزاف، والحجرات حنا كنعملوهم تناوب. وكانت مجموعه المؤسسات فين طلبوا الاسر حضوري، ولكن كانت في احياء فيها الوباء كبير، وبالتالي كان وجوبا التزمنا بالتعليم عن بعد. ولكن بشكل عام في هذا الظرف الاستثنائي في هذه الجهه، ونتمنى انه سيستمر. نعم. على غير الجهات الاخرى كاين واحد الانخراط، واحد المستوى ديال الانخراط. هادشي شتوه نتوما جيد متقدم. حنا كننقل لكم من الميدان جيد متقدم، واحد الانخراط ديال الاساتذه وديال الاباء والامهات، ولكن خصوصا ديال التلميذات والتلاميذ. هاد الوضعيه السي صلاح ماشي دائمه، عندها علاقه بالمستوى ديال الانضباط ديالنا كاملين. نعم. لان 15 يوم حنا كنعملوا تقويم يومي. تقويم يومي مع السبعه، عندنا تقويم احترف السيد الوالي والعمال يوميا. وتقويم على كل 15 يوم، ويمكن السيد رئيس جمعيه الاباء الذي هو عضو كذلك في هذه اللجنه ديال التقويم، يوميا كنقوموا بالوضعيه وحنا غاديين. واخا طبعا الله اننا السلوك ديالنا كاملين. هذا الشيء راه غادي نتكلموا على السلوك، يمكن لي انا وانت والاخر. الا سمحتي لي يا سي عواج، غادي نهضروا على السلوك وشنو اللي خصو يدار، راه غادي نتكلموا عليه بالنسبه للمحور الخاص بالاجراءات الصحيه. اذا نمشيو عند سي حسن عبو، رئيس الفيدراليه الوطنيه المغربيه لجمعيه اباء وامهات واولياء التلاميذ.
تنسمعوا الوالدين سمعناهم وشنو بداو تيقولوا، كاينين اللي حتى الليله بليلتها، كاين كاع اللي داو وليداتو غداهم معاه لا غدا نهار اثنين، ايوا مشى وحتى وصل حدا باب المدرسه، هو ما شاف لا تلفازه ما قرا لا بلاغ ولا حتى شي حاجه، عاد قالوا له وسيرت راه ما كايناش القرايه راه كاينه عن بعد، راه سدينا هنايا في هذه البلاصه هذه سدينا. المهم انتم كممثلين ديال الاولياء وامور التلاميذ، شنو هو الدور ديالكم في هذا الدخول المدرسي واللي مره اخرى غادي نعاودوا نسطروا عليه لانه دخول مدرسي استثنائي بكل المقاييس؟ شكرا سي صلاح، من جديد مرحبا بكل المشاهدين والمشاهدات. بطبيعه الحال لا يمكن لاي احد ان ينكر الظرف الاستثنائي لهذا الدخول المدرسي الحالي. نعم. هذا الامر مفروغ منه، وكذلك الصعوبه ديال هذا الموسم هذا، غير انه لا يمكن ان ننكر بانه كان هناك نوعا من الارتباك في هذا الدخول، وبالنسبه للاباء والامهات كما قلت بالضبط، لان بلاغ الوزاره بلاغ 22 غشت ديال الوزاره اللي كيقول فيه اعتماد التعليم عن بعد، وكذلك امكانيه توفير التعليم الحضوري يعني الكامل او بالتناوب، ما كانش هناك واحد النوع ديال التفصيل، واحد النوع اللي واحد اللغه اللي نقدروا نوصلوها بها المواطنين. وكذلك هذه المناطق المغلقه ما معروفاش كاع كلها، تعرفت المناطق المغلقه تعرفت في الليله ديال الدخول المدرسي، بالتالي وهذا لا يمنعنا ان نقول بكل صدق بانه هناك مجهودات كبيره على الصعيد المركزي او على الصعيد الجهوي او الاقليمي، هذه الاطر لا الاداريه ولا التربويه بدلت ولا جمعيات الاباء بدلت واحد الدور كبير محاوله منها في انجاح الدخول المدرسي. واش كاين الاشراك ديالكم انتم؟ واش كاين الاشراك ديالكم؟ واش كاين الاشراك ديالكم في هذه المساله هذه على المستوى الجهوي، على المستوى ديال المناطق، على مستوى المؤسسات التعليميه؟ بكل أمانة وصدق سي صلاح، بالنسبة للإشراك احنا دائما كنا ننادي بالإشراك، وكان هناك إشراك في مجموعة من المحطات، إلا أنه الإشراك من أجل إعداد الدخول المدرسي الحالي ما كانش كما كنا كننتظروا. نعم كان هناك استقبال ديال السيد الوزير التمثيليات الوطنية مشكورا، ولكن بعد سوء إصدار البلاغ بمعنى وقيل كنتوا مع وليداتكم في العطله وكانوا الناس في العطله وما بغاوش يقلقوكم، جلسوا هما خدامين في ذاك الشهر ديال غشت. فوق ما جا الخير ينفع. اي فوق ما جا الخير ينفع، غادي نكملوا. اي مزيان. اذا استاذ خالد احجي، يعني كيفاش غادي نقيموا حنايا هذا الدخول المدرسي؟ هو استثنائي، اللي تنقولوا هذا استثنائي شنو هي عناصر الاستثناء اللي فيه؟ شنو كيفاش يمكننا نقراوه هذا الدخول المدرسي؟ طيب سي صلاح، شكرا مره اخرى على الاستضافه، شكرا للضيوف، شكرا لجميع المشاهدين. الكلام عن الواقع ديال الدخول المدرسي الحالي، خصنا اولا نستحضروا مجموعه الاشياء، نكونوا واقعيين، بما اننا كنهضروا على الواقع المدرسه العموميه، ضروري اننا نعترفوا اننا كان عندنا واحد الخيار على مستوى التوجهات السياسيه الى اخره. هذا الخيار هذا اللي في الحقيقه ارتكبت فيه اخطاء عبر التاريخ، لان اخترنا ان تكون هناك مدرسه خصوصيه تعليم خاص، وبالتالي اصبحنا نتكلم عن نمطين لتعليمين. ودابا ملي غنهضروا على الواقع، قلت لي ندرج خصني ندرج، اذا ملي غنهضروا على الواقع ديال المدرسه في ظل جائحه كورونا، لابد ان خصنا نهضروا على جميع العوامل اللي كتهم هذا الواقع هذا. واش كنهضروا دابا على المدرسه الخصوصيه؟ واش على المدرسه التعليم العمومي؟ شكون هما هاد الاسر المعنيين؟ لان كاين فئه ديال الاسر، شنو هو المستوى الثقافي ديالهم؟ واش الاب خدام، الام كتخدم، او ما كيخدموش؟ اذا مجموعه ديال الاشياء، الجوانب النفسيه كذلك، لان حتى الجانب النفسي مهم كذلك في التعامل مع هذه الجائحه، لان دابا كاين بزاف ديال الاشخاص اللي ما كنعرفوهمش اللي يقدروا يوصلوا للموت بلا جائحه. علاش؟ لان عندهم واحد القلق مرتفع، واحد الحاجه كنسميوها قلق الموت، اللي كتصاحبهم
هذا ودابا راه كل شيء عنده القلق وعنده كل شيء عنده القلق، ولكن الارقام ويشوف ولكن بنسب مختلفه. كاين اللي عنده اللي كنسمى بالخواف، الانسان كيخاف بزاف. اذا الان شنو ودابا عنده علاش يخاف؟ ومزيان انه يخاف ويدير الكمامه ويدير فعلا، ولكن انا اعتبر ان كنعتبر ان هذه المحطه هذه صعيبه، رب ضرات نافعه. محطه هي ازمه بحال بحال الازمات الاخرى، ولكن كيبقى لنا كحنا كمغاربه وكمواطنين كيفاش غادي نتعاملوا معها، كيفاش غنتصرفوا معها. هنا كنستحضروا الوعي الاسري، هنا كنستحضروا واش اسره عندها وعي ولا ما عندهاش، كنهضروا واش فين كاين هاد فين كاين هاد المدارس، واش في المجال القراوي، واش في المجال الحضري، واش في الشبه الحضري. اذا هناك كاين بزاف ديال التفاوتات بين الاسر، بين المدارس، بين مجموعه الاشياء اللي كيخصنا نستحضروها ونتعاملوا معها، نقولوا ها هو ذا الواقع. اذا هذا واحد السؤال كبير جدا، وكيطلب منا واحد الوقت كبير، حتى الوزاره براسها ما عندهاش جميع المعطيات اللي غادي تخليها انها تقول هاد شنو غادي ندير هنا واش شنو غادي ندير هنا. ومع احترام ان الاشياء اللي قدمت الوزاره هي اشياء منطقيه حيت حيت قالوا اودي الموسم الدراسي خصو يبدا، راه ما يمكن خصنا نديروا الموسم الدراسي في كيما بغى يكون الظروف، خاص يكون هذا الموسم الدراسي. قلت القبيله خصنا نكونوا واقعيين، خاص خصنا نستحضروا عاد واحد الحاجه اللي هي جد مهمه، الاقتصاد الوطني. راه خصو يبدا الموسم الدراسي، راه الدراسه ستؤثر على جميع القطاعات، تاثرنا على جميع القطاعات. وراه هناك واحد العلاقه بين يعني الاستثمار في التربيه والقطاعات الاخرى. اذا اكثر ما تميت بالتربيه اكثر ما هي جميع الظروف ديالها، اكثر ما انها يكون عندها واحد التاثير على بطبيعه الحال القطاعات الاخرى. اذا حان الوقت دابا باش اننا نتحدوا كاملين. دابا الزمان ديال اننا التضامن، وان نكون عند واحد الوعي المجتمعي كبير باش نتعاملوا مع هذه الجائحه بوعي، لان كاين مدارس اخرى خدامه، دول اخرى، ولكن اخذ الاحتياطات اللازمه الامور غاديه بطبيعه الحال. اذا حنا علاش لا حتى حنا غدا نكونوا بحال هذه الدول هذه ونزيدوا القدام. هي قبل ما غادي نكملوا، لان كاين مثلا من الارقام اللي هي موجوده واللي كان اعلن عليها وزير التربيه الوطنيه وكذلك رئيس الحكومه، ايه، ف 8 ديال ملايين تلميذ وتلميذه خلال الموسم الدراسي الحالي، هذا هو الاجمالي، راها نسبه كبيره هادو ديال الناس. ايه، عندنا الناس اللي اختاروا التعليم عن بعد، و 2135 مؤسسه كيدرس بها ما يفوق 900,000 تلميذ، 900,000 تلميذ اللي كيدرسوا عن بعد. تدبير هذه المرحله هذه، بمعنى هذا الشيء راه الكلام راه كان ديال رئيس الحكومه من بعد في خلال الاجتماع ديال مجلس الحكومه الاخير. ف كيقول لك بان هذه الفتره الاولى، دابا احنا فين كاينين؟ فين كاينين دابا؟ راها فتره ديال تشخيص المكتسبات ديال السنه الماضيه والتقويم ديالها، وان انطلاق البرنامج الدراسي هذا الجديد غادي يكون في 5 اكتوبر 2020. هذا فعليا غادي تبدا من ناحيه دابا، قلنا غادي يبداو غير المكتسبات والتقويه ديالها عند التلاميذ. وهذا الشيء اللي تيقول بان هي راه فعليا بدينا في هذا الشيء ديال عن بعد، والقنوات التلفزيونيه راه بدات تثبت الدروس المصوره ابتداء من البارح بدات الدروس وراهم تنشروا داك البرنامج ديال القنوات وهادو. غادي نشوفوا، يمكننا نشوفوا الا كان السي طالبي الله يجازيك بخير، الا ما واحد حيت كانت علنات وزاره التربيه الوطنيه في بلاغ ديالها على الشروع في بث حصص التثبيت والمراجعه عن بعد، وحددات فيه بكل هالقنوات الامازيغيه الثقافيه، هادو القنوات اللي غادي يكونوا تيبتوا الدروس ديالهم من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6 مساء. وكل شيء هاد الشيء إما عن طريق داك الموقع ديال التلميذ تيس، وكذلك عبر القنوات التلفزية الثقافية العيون والأمازيغية، وراه كاينة واحد البرمجة اللي مخصصة لهاد الشيء. نسمعوا المواطنين، غادي نسمعوا المواطنين شنو قالوا عن التعليم في هذا المحور الاول اللي غادي نخصوا التعليم عن بعد، ونرجعوا.
نحن كإداريين استقبلنا التلاميذ الذين عبروا عن رغبتهم في التعليم الحضوري وذلك بملء الاستمارة من طرف أوليائهم. السؤال هو ما مصير التلاميذ الذين عبروا عن رغبتهم في التعليم عن بعد وتراجعوا عن قرارهم؟ الله يجزيكم بخير. انا راه بالنسبه للمدارس التعليم الدوله اي اللي يمكن النظام غير المواطنين ولا عند المسؤولين باش اللي النظام ولا اللي الاقتدار على حساب هذا المرض اللي الا انغكات المرض الكورونا ديالنا في الوباء اللي الا انغكاتي اقدر به. الصراحه انا بغيت حضوري. علاش حضوري؟ باش نبقى نتلاقى مع اصحابي مع لا ميتريس هكا مع لا ميتريس كون كونتاكت مع لا ميتريس مع لي زيليف صحابي. المهم تا يمكن هكا نتحرك باغ كونتر في ديستونس تيكونو دوك لي بروبليم تاع البروبليم تاع لي كونيكسيون لا بروبليم تاع الميكرو لا ميتريس متان تتستوفش مزيان. كيف يمكن للتلاميذ الجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد في الآن ذاته؟ وهل تكفيه السويعات الحضورية في التحصيل الدراسي؟ وأيضا نحن نعلم أن العالم القروي يعني فيه تغطية أنترنت ضعيفة جدا، كيف يمكن للأسر تدبير هذا الأمر؟ أيضا من أين ستأتي الأسر المتضررة من جائحة كورونا بالموارد المالية لتغطية مصاريف الأنترنت؟ حتى رأوا أن من الممكن تنزيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارتكم من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا وإنجاح الدخول المدرسي بالعالم القروي والمناطق النائية، خصوصا وأنه نحن نعلم أن هذه المناطق تعاني ويلات خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية للحجرات المدرسية والمؤسسات التعليمية، خاصة وأن أغلب الآباء أو نسبة تفوق 90% من الآباء اختاروا التعليم الحضوري. إذن سي محمد عواج مدير الأكاديمية الجهوية للتربية وتكون بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدا خصنا نعرف واحد القضية ياك في طنجة دابا كاين فوس طنجة كاينين أحياء اللي راها تعتبر بؤر وبائية، إذن ما فيهاش التعليم الحضوري ولكن كاين اللي فيه التعليم الحضوري. أنت قلت لنا بأن على مستوى الجهة ففي العالم القروي تقريبا النسبة طالعة بزاف ديال التعليم الحضوري. من هنايا هذاك الشيء علاش خصنا نطرحوا هذا السؤال هذا اللي هو ديال هذا المحور، كيفاش غادي نتأقلموا مع التعليم الحضوري في ظل جائحة كورونا؟ في الجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة اللي تحدث على القروي قلت الأغلبية عندهم تعليم حضوري 100%. في الأقاليم الأخرى نشوفوها المواطن هذا مرئي، احنا ما كنقولوش شي حاجه غير حيت كنهضروا كتشاف فيها تعليم حضوري تناوب، وكاين بعض المؤسسات خصوصا في طنجه اللي اتخذ فيها قرار ديال الاعتماد ديال التعليم عن بعد في انتظار واحد اسبوعين يتم عمليه ديال التقويم باش يكون المستوى ديال الوباء نتمنوا انه ينخفض ونرجعوا عند رغبات الاسر. نعم اللي كنقول التعليم عن بعد قنوات كيف قلتي القنوات التلفزيه للعيون والامازيغيه والثقافيه بدات البارح كدوز دروس اللي مصوره تقريبا 161 درس، وبالتالي واحد البرمجه اسبوعيه هاد السنه سي صلاح. نعم داك قنوات اصبحت متخصصه هذه في الابتدائي وهذه في الاعدادي وهذه في الثانوي، وحتى الساعات اللي كيتم فيها البث متخصصه في واحد المستوى واللي تعذر عليه يشوفها داك الدروس كتحمل بشكل مجاني من ديك البلاتفورم ديال تلميذتيس. نعم اما فيما يتعلق بالتعليم الحضوري يمكننا نشوفه في الصباح ولا اللي كيزور والاخوان اللي كيشوفوا هذه راه كيشوفوا المواطنين. المؤسسات عملت استعمالات الزمان حسب الامكانيات اللي عندها، وكاين مؤسسات كثيره فين التلاميذ داخلين يدخلوا ياخذوا الدروس ديالهم مع الاساتذه ديالهم وتعطى لهم في اطار ديال التفويج تعطى لهم تمارين وانجاز تقويه في المنزل، والغد ليه كيجي فوج اخر والفوج الاولاني يكون يصاوب داك الشيء، وبعد غد ليه كيجي واحد اخر. بغيت نقول السي حسن السيد الرئيس على العمليه ديال الاشراك العمليه ديال التغيير ديال الوباء. الوباء احنا ماشي احنا اللي ضابطينه، معطيات التغيير نطلبوا على الله السيمانه الماجيه تكون مؤشرات مزيانه ونرجعوا للمعطى العادي الحضوري. بغيت نذكر السي حسن باننا على الاقل على مستوى الجهه بالثلاث والاربع والخميس والسبت والحد والبارح واليوم اجتماعات كترأسها شخصيا بشكل مباشر السيد الوالي، وفيها الفيدرالية الآباء الابتدائي والإعدادي والثانوي. نعم.
وفيها السي حسن فيها القطاع الخاص. نعم. ثاني المشكل اللي عندنا السي صلاح واللي كنعرفوا كامل الاستثناء، شنو هو الاستثناء؟ ماشي غير الوباء. هذا الوباء يتغير بواحد الوتيره ما كنتحكموش فيها. واخا دابا المنطقه امنه ترجع موبوءه. اي هادشي باين. حنا اللي كنتكلموا عليه السي حسن راه كتغير المعطيات. دابا اللي كنتكلموا عليه شنو كاين دوك كاين دوك الاجراءات اللي وضعتها ديال البروتوكول الصحي للمؤسسات التعليميه. هذا البروتوكول شوف السي صالح في الجهه هذه وكنضم جميع الجهات، وكنهضر على الجهه اللي حنايا كنمثلوها حتى الجهات اخرى كاينه. جميع المؤسسات توصلت بمواد التعقيم، جميع المؤسسات تشترطوا وضع الكمامه ومراقبه صارمه. واش الدراري الصغار؟ واش الدراري الصغار؟ لا من الخامس ابتدائي. من الخامس ابتدائي. هو وهذوك اللي قل من الخامس راه سمعنا منظمه الصحه العالميه قالت لك اودي راه هما ناقلين. لا انا كنقول يقدر يجيبوا من دارهم. لا كنقول لك لهذا التوجيهات الرسميه عندنا اللي قل من الخامس ماشي وجوب الكمامه. من الخامس الفوق جميع المتدخلين الكمامه. هذاك قياس الحراره. واللي مهم في هذه العمليه طبعا التعقيم اليدين وهذا، والاهم كل شيء مهم. اهم هي المسافه. داكشي علاش بغينا حنا ما ندوزوش كنقولوا قل من 20، حنا عندنا الاقسام فيهم 14 15. شتي المسافه الامنه ونحيدوا ذاك المرافق المشتركه، حيدناهم باش نكونوا واضحين. تم كيدخلوا يقراوا الدروس ديالهم وكيخرجوا. ذاك الاحتكاك الا حافظنا على هذا الشيء كل واحد من جانبه، وكنظن بان واحد النسبه مهمه جدا اللي شفت لحد الساعه ونتمنى الاستمراريه فيها. حد الساعه انا كنقول ماشي كنفتخر. نعم. كنقول بان نجحنا هاد الثلاث ايام، ولكن المهم نجحوهم واحد المده، حنا ما عارفينش فاش غيتسالى هاد الشيء. استمروا بهذا الحزم وان شاء الله ما غيكون غير خير قدام. نعم. اذا غادي نسمعوا كذلك المواطنين في دائما في اطار هذا المحور، وكذلك الاجراءات اللي هي متبعه، البروتوكول الصحي، كيفيه استقبال المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليميه الى غير ذلك. فغادي نشوفوا هذا الشيء في التدخلات ديال المواطنين المصوره اللي بعثوا لنا بها، ونرجعوا نكملوا النقاش. في بداية الموسم الدراسي لاحظنا قواعد السلامة الصحية في بعض المدارس اللي دازوا عبر القنوات بأنهم محتارمين بالقواعد اللي عطاتهم لهم وزارة الصحة، ومشكورة وزارة الصحة على المجهود اللي تقوم به. يعني لاحظنا أنهم ملتزمين، يعني واش قلنا داك الشيء ممتاز جدا. السؤال ديالي واش جميع المدارس غادي يكونوا بداك الشكل هكاك؟ نحن نعرف أن في التعليم الحضوري هناك احتراما لعدم الاكتظاظ في الأقسام ما يستوجب تدبير الزمن وتدبير الفضاء حتى لا يكون هناك اكتظاظ، وهذا يستوجب على المدرسين بصفة عامة أن تكون الأقسام مقسمة. ثم نحن في جهة الشرق منطقة اتجهت نحو التعليم الحضوري بصفة عامة، لأننا لسنا منطقة موبوءة والأرقام متقلصة. السؤال ديالي بغيت نطرحه هو بغيت نشوف ولادي لقيته في المدرسة، وملي دخلنا ما لقيناش لهم البيس. مرة ثانية اللي كيمشيو كيقول لك البلايص ديالهم ما كاينينش، هما مقيدين واخدين الروسي ديالهم وكل شيء. هذا السؤال اللي كنطرح للمدير، قيدهم وخدين الروسيات وداك الشيء، ولكن ملي كنمشيو نديهم الاقسام كيقول لك الاقسام عامرين. السلام عليكم. السؤال ديالي هو واش الوزارة ما كتفكرش في التلاميذ العالم القروي وطريقة التعامل مع هذه المرحلة؟ هو السؤال ديالي واضح، هو بالنسبة للأدوات المدرسية اللي غنشريو في التعليم الحضوري، واش نفس الادوات المدرسيه ديال التعليم عن بعد؟ لان كنظن التعليم عن بعد كاين بزاف ديال الحوايج ما غنحتاجوهمش بحال التعليم الحضوري. وبالنسبه للثمن ديال التمدرس التعليم الحضوري واش نفس الثمن ديال التعليم عن بعد؟ مع ان التعليم عن بعد راه ناقص بزاف ديال الحوايج، ماشي هو التعليم الحضوري. وبالنسبه شلي غادي خصنا في التعليم الحضوري كوسيله للتعلم في هذه الازمه، في ازمه كورونا. وسؤالي هو هل سأبقى واضعا اللثام أو القناع الواقي طيلة في الحصة، أم سأزيله بمجرد دخول القسم؟ وشكرا. إيوا وليدي إلا كنتي راك سمعتي شنو قالوا
راه الا كنتي فايت الخامس ديال المستوى الخامس ابتدائي راك غادي دير الكمامه قل من الخامس ابتدائي، راك ما غاديش دير، راك ما غاديش دير الكمامه. سي حسن اعبو، وراه كاين ياك الاولياء ديال امور التلاميذ تيطرحوا هذه الامور هذه، وراه حنا تنشوفوها ديال تيقول لك واش غادي نشري الكتب، وحنا يا انا داير ولدي في عن بعد، واش سميتو واش غادي نخلص نفس المصاري بالنسبه للقطاع الخاص. هذاك الشيء بينه وبين المؤسسه اللي راه تيقري فيها ولده ولا بنته. كاين مجموعه ديال الحوايج اللي تتعلق بهذه الاجراءات، وشنو اللي الناس عاود خصها غادي دير؟ واش هاد الشيء هذا كتناقشوه وتتلقاو له شي مخارج ديال الحلول؟ سي صالح، هذا هو ما قصدنا به، ما قصدنا بالارتباك، لان ارتباك الاسر اقصد، لان مجموعه ديال الاباء والامهات ما كانش الصوره واضحه عندهم، وكان الناس ستوضح هذه الصوره. اما بالنسبه للاشراك، حنا تكملنا من على الاشراك قبل صياغه القرارات وصياغه البلاغ. اما في تنزيلها فنعم، ما قاله السيد المدير السي محمد عواش فهو صحيح 100%، جميع وليس فقط جهه طنجه طوال الحسيمه. نعم فعلا هناك مبادرات هذه الجهه تحت السيد الوالي مشكورا، مبادرات خلاقه، وعلى واذكر بالخصوص اوامره وتعليماته مؤخرا بتوفير. سي حسن الله يخليك، الى ما بسط معنا الهضره. انت تشوفني من الصباح وانا ملي بدينا راه تنحاولوا باش نبسطوا، لان كاين عدد ديال الناس تيبغيو يفهموا الهضره كيف كنتكلموا بيناتنا وكيف تنتكلموا في وسط الدار. بالضبط هذا الشيء اللي كنحاولوا نقوموا به السي صالح، ونوضحوا من الراي العام شنو كاين بالضبط. منا قلنا تكلمتي على جهه طنجه تطوان الحسيمه، هناك مبادرات تزويد المؤسسات التربويه بفايبر اوبتيك الانترنت الصبيب العالي. اليوم جميع المؤسسات بجهه طنجه تطوان الحسيمه كتوفر فيها هذه الاجهزه من اجل ضمان التعليم عن بعد بالنسبه للمؤسسات اللي ما فيهاش الحضوري. هذا واضح. وكذلك اشراك جمعيه الاباء في باقي المدن من السلطات المحليه، هذا واضح. وكذلك اجتماع مع السيد الوزير كانت له مخرجات واضحه كذلك، نتمن ذلك، ما يمكنش فيها مزايده. غير ان احنا تكلمنا من جهه اخرى، هذا الارتباك اللي تكلمنا عليه هو واش نشريو كتبه ما نشريوش، واش نقراو حضوري. احنا عبرنا 80% من الاسر المغربيه عبرت عن انها تريد التعليم الحضوري، ولكن هل الوزاره وهل الظرفيه وهل 85 هل الوزاره وهل الطاقه الاستيعابيه ديال المؤسسات وهل الظرفيه الوبائيه تستجيب لهذه الرغبات؟ اصبحنا يوم 7 او في الليله ديال 7 شتنبر اصبحنا بانه على مناطق مغلقه. رغم التعبير ديال الاسر على انها تريد التعليم الحضوري فان ذلك غير متوفر، رغم اننا عبرنا وعمرنا الاستماره. بالتالي هذا هو الارتباك اللي حصل لدى الاسر، ما قصدناش بارتباك شي حاجه اخرى اللي ما كايناش. نعم. اذا احنا اليوم الدخول المدرسي الصعوبه ديالو كانت واضحه منذ نهايه الموسم السابق. الازمه اللي وقعت بين الاسر واللي وقعت بين مؤسسات التعليم الخصوصي كانت واضحه بانه ستؤثر، وقد نبهنا الى ذلك. كنا نتمنى ان نحل الاشكاليه قبل الدخول في الموسم الجديد، غير ان تبعات تلك الازمه ما زالت قائمه الى يومنا، ما زال الاباء يمنعون من الحصول على شواهد المغادره في بعض المؤسسات. بعض المؤسسات بطبيعه الحال، بعض المؤسسات اكيد، بعض المؤسسات لا نعمم. وكذلك حتى اللي حصلوا على طبعا سي صالح، وحتى اللي حصلوا على شواهد المغادره ومشاو تسجلوا كذلك كيلقاو صعوبات في الولوج ديال المؤسسات، لان هناك اكراه ديال الاكتضاد واكراه عدم تجاوز الطاقه عدد محدد من التلاميذ في الاقسام، كيف فيه كيرجعوا التعليم عن بعد. اذا نعم. امكانيه التعليم الحضوري هي امكانيه، رغم اصرار الوزاره على انها تكون، راه مازال ما متوفرش بالشكل اللي كنا كنطلبوا. لذلك حنا في الفيدرالية الوطنيه المغربيه وتمثيليات جمعيه الاباء في المغرب طالبنا في البدايه بتاجيل او تاخير نوعا ما الدخول المدرسي. لماذا؟ لسنا عدميين، بل لتوفير الشروط الصحيه والاستعداد الجيد والكافي من اجل الدخول، هذا الدخول الناجح.
نعم. لم يكن مضرا لوزارة التربية الوطنية أن تؤخر نوعا ما الدخول المدرسي إلى شهر أكتوبر. دابا الدخول المدرسي راه كاين وواقع فعلي، هذا دابا راه حاصل وواقع، حنا كنتفاعلوا معاه. حنا هذا الشيء اللي حنا كنتفاعلوا معاه وحنا مجندوا من أجل إنجاحه، وقد دعونا جميع جمعيات الآباء إلى إنجاح الدخول المدرسي، وقد انخرطت جمعية الآباء بشكل ملفت بشكل كبير جدا ومشكورة. من هنا أوجه لها التحية في الإنجاح. هاد الثلاث ايام اللي قال سي عواج، هاد الثلاث ايام كان لها دور جمعيه الاباء، دور كبير. نعم. وكنحيوها من هذا المنبر السي صالح. نعم. اذا الاستاذ خالد، اذا حنا انت تتبع معنا، متبع معنا النقاش كيفاش غادي. راه معنا السي محمد عواج اللي مدير اكاديميه وراه تيمثل الوزاره، لان عنده الصلاحيات باش يتكلم على كل ما يتعلق بالوزاره وشنو دارت. انتم دابا ملي كنشوفوا هذا النقاش هذا اللي دائر، شنو الاولويات اللي خصنا نكونوا تنفكروا فيها؟ سي صلاح، اولا حنا مرينا بعدا بواحد التجربه ملي كنا في الحجر الصحي. هذه التجربه اعطتنا مجموعه ديال الدروس، والسؤال اللي كنطرح، واش حنا غادي نبقاو نستمروا في تدبير الازمه بالازمه؟ هذا ما كيقبلو حتى شي واحد. راه خصنا حلول. خص دابا لان القضيه ديال التعليم قضيه جد حساسه، خص دابا جميع الاطراف تنوض تمد اليد لوزاره التربيه الوطنيه، وزاره الداخليه، وزاره الصحه، وزاره جميع الوزارات، وخاصه على المستوى الجهه. اذا دابا الحلول هو ان الى نرجع القطاع الخاص والقطاع العمومي، لان القطاع الخاص على الاقل لانه كيتوفر على امكانيات، دار الحلول ديالو، دار التويج، كيتوفر على امكانيات لان الناس تيخلصوا، دار الحلول ديالو. هي فعلا فعلا دار الحلول ديالو. ما كنعممش، ماشي جميع ديال المؤسسات القطاع الخاص، لان الكثير من المؤسسات، هذه المؤسسات تضررت وغلقات وحنا كنتعاطفوا معها. اذا دابا الان خاص كنرجع، خاص واحد التكتل دابا ديال جميع الاطراف باش على الاقل نوفروا للناس الشروط، اقل الشروط اللي تمكنها باش تقرا. خصنا نقضوا الموسم الدراسي، راه عنده انعكاسات كبيره جدا. غادي يكون عندنا دابا انت تختلف مع السي حسن، ياك ما ناجلوش الموسم، ما كانش خصو يتاجل دابا الموسم، المهم تزيدوا مع دابا راه بدا. حنا دابا نتعلم من الازمه. نعم. حنا في واحد الازمه فعلا، شنو اللي كنتعلموا منها؟ نتعلموا منها كيف ندبروا مستقبلا الازمات. وهنا غادي تكون عندنا واحد الثقافه ديال تدبير الازمه، وتكون عندنا كذلك واحد النظره استشرافيه اللي ممكن انه يوقع غدا، باش غدا المواطن المغربي. احنا شفنا هذا الشيء ديال عن بعد، وخصوصا بالنسبه للعالم القروي، واللي الناس كاين اللي ما عندوش حتى الكونيكسيون. لا فعلا هي دونك راه عنده التلفازه، يقدر يمكن لهم يتجمعوا عند واحد كاع عنده التلفازه ويقراوا فيه، يقراوا الدراري بداك الدروس. وحنا شفنا راهم استفدوا من داك الثلاث شهور الاخرى اللي كانت بقات، ولا شهرين ونص اللي كانت بقات، ودار فيها التعليم عن بعد كتجربه يلا هذيك الساعه هذيك. وراه دابا راه بدات تطور، وكيف قلتي حتى المؤسسات الخاصه راها خدات الوقت الكافي ديالها في العطله باش تجهز نفسها وباش يمكن لها انها تكون. انا علاش ذكرت الاطراف الاخرى؟ اللي منها وزارة الداخلية، منها جمعيات الآباء، منها جميع المجتمع المدني، لأن فعلا المناطق كثيرة في المغرب ما وصلوش أنهم يقرأوا وليداتهم. أنا درت واحد الجولة على الأقل في مدينة سلا، في لابيريفيري، النواحي، في الأحياء الصعبة تمت الولوج، ولقيت فعلا بأن كاين الناس اللي ما تمكنوش أنهم يقرأوا أو استعملوا غير الواتساب، ولكن حتى ذاك الاستعمال ديال الواتساب ما كانش كافي باش هاد الوليدات يتمكنوا انهم ينموا هذيك الكفايات المطلوبه. اذا هاد الاطراف اللي خاصها تمشي ودير حملات تحسيسيه راه كاين، واخا دابا الاداره كدير مجهود كبير مشكوره عليه، كدير المطلوب، ولكن باش نوصلوا هذه المعلومه يعني الجهات اللي هي صعبه الولوج، ضروري من اطراف اخرى حتى هي خصها تعاون وتمد يد العون لهاد الناس اللي ما عندهم والو. الا خاصهم شي حاجه كذلك يكون واحد التضامن اخر من نوع اخر. أيه. ضروري من التضامن، ضروري ان يكون هناك تضامن اخر باش نقدوا القطاع ديال التربيه الوطنيه، نقدوا وليداتنا، المجتمع المغربي ديالنا، هذا وليداتنا وبنياتنا. هادو راهو ما هادو راه تنقدوا الاجيال اللي جايين. اننا نستثمروا في عده قطاعات، في الفلاحه، في افريقيا، ولكن لما لا
ان التطمير بالاساس قضيه ديال التعليم. كان هناك انا كنرجع قلتها في الاول كان واحد الخيار استراتيجي حسنا الذي نؤدى عليه الضريبه الان. نعم، اذا هذا اللي كيدينا لان شفنا واخا 85% ديال الناس اللي عبرات ديال اولياء الامور ديال التلاميذ اللي عبروا على انهم بغاو وليداتهم يقراو حضوريا، وكاين في العالم القروي راه كاين نسبه كبيره في العالم القروي تيقراو حضوريا. هذا اللي غادي يدينا باش نشوفوا تعليم عن بعد في الجزء اللي مازالنا اللي هو هذا الجزء الثاني، وضع طارئ يتطلب تكيفا سريعا. خصنا نتكيفوا بكل سرعه مع هذا الوضع هذا اللي هو طارئ. علاش؟ لان بين واقع الحضور وعن بعد بحال الا تنكونوا منزله بين المنزلتين، وخصوصا كاين عندنا هاد المنزله ما بين المنزلتين كنشوفوها حتى في العالم القروي، راه عندهم مشاكل اللي كانت موجوده كنا نهضروا عليها، والاكتضاض والعزله والبعد ديال المسافه والى غير ذلك. الان جاء تدبير الجائحه وان كان انهم راهم ما مسدودين شيء. اذا هذا هو اللي كيدخلنا لهذا المحور الثاني. وقبل غادي نشوفوا شنو قالوا الناس وشنو ما نشر وما كتبوا وما قالوا ديال المواطنين والمواطنات حول هذا التعليم الحضوري اللي هو الجزء الثاني نتاعنا في فقره المره الثانيه كتبوا وقالوا. إحدى المواطنات غردات قائلة بكونها قيدات حضوريا في الثانوية ديالها، ولكن لاحظت وجود ازدحام وعدم احترام التدابير الاحترازية. خبر آخر هذه المرة من كناز اللي عرفت إقرار التعليم عن بعد في 21 مؤسسة بالمدينة. على صعيد آخر هذه الصورة اللي كتشوفوا الخبر إغلاق كل المؤسسات التعليمية في الدار البيضاء، والخبر هو الأكثر تفاعلا في وسائل التواصل نهاية الأسبوع الماضي. مواطن كتب ونقل الخبر ديال وفاة أستاذ البارحة متأثرة بفيروس كورونا في البيضاء، وقال لك الله يرحمه والله يحمي جميع أبناء وبنات المغاربة، راه مات ولكن ما عنده علاقة بالمدرسة، ها راه ما عنده علاقة بالمدرسة. على الصعيد الدولي كذلك كاين الحدث ديال الدخول المدرسي في المغرب اللي حتى هو خلف اصداء خارجيه، كنقراو العديد ديال الامور اللي كتعلق بهذا التعليم عن بعد. غادي نمشيو لعند سي محمد عواج. واخا واش عندك شي ارقام ومعطيات اللي تتعلق بالتعليم عن بعد؟ شنو اللي تم التهيئ نتاعو؟ ياك تنتكلموا على هاد التلميذ تيس اللي هي منصه اللي تحدثات من نهار بدات هاد الجائحه وجلسوا الدراري في المدارس وبدينا تنخمموا كيفاش غادي يدار هاد الشيء، وفين وصلنا في المضامين البيداغوجيه اللي راها كاينه تما، وكيفاش تيتم التصنيف ديالها، واش سهله، واش شنو اللي كاين، فين وصلنا دابا؟ السي صلاح كنستعملوا ثلاثه القنوات. ايه لا درنا على القنوات دابا حدا على المنصه ديال التلميذ التيس هذا بالنسبه للعمومي. اييه هذاك الدروس اللي كاينه اللي كدوز في التلفازه كتحمل في هذا في المنصه ديال التلميذ التيس، بالاضافه لواحد المجموعه ديال الموارد الرقميه اللي مضمنه في ديك المنصه. وعلى التلميذ ولا الراغبين كيدخلوا ذاك التحميل ديالها اللي في البدايه العام اللي داز كان مؤدى عنه بهذا، دابا من العام اللي داز اصبح مجاني. نعم. وشنو كيعمل هذا الشيء؟ انني كنشوف في التلفازه الدرس من 11 ل 12، وبعض الاسر واخا قليله ولكن كاينه عندها التلفازه وحده وعندها ثلاثه الوليدات، يقول لك واش نقري هذا ولا واش نقري هذا، شكون اللي غادي يستعمل؟ يمكننا ان نضبوا راسنا ونحملوا داك الشيء اللي بغينا. كيف يمكن لي نعاود نشوف الدرس الغدي الا عجبني ولا بغيت ما فهمتوش مزيان ولا كان عندي شيء مساله اخرى؟ واحد السؤال داز ومهم جدا اللي هو بغيت نوقف عليه. هو كيقول لك حنا ما كناش عارفين بعد، ما كناش عارفين بان كاين التعليم عن بعد وشرينا الكتب. واش الى كان التعليم عن بعد اللي نفضل نسميه التعليم الذاتي اكثر احسن من التعليم عن بعد، واش نشري الكتاب؟ راه الكتاب المدرسي وجميع الوثائق وسائل من بين الوسائل بالاضافه للتلفازه وتلميذ الديس والاقسام الافتراضيه
وسائل ديال التعليم الذاتي. نزيد نقول على حاجه اخرى وهذه اقولها والله سيدي بدون يعني اي، راه التلامذ اللي متفوقين والتلامذ اللي يمكن لهم يمشيوا بعيد واخا تكون مدرسه عاديه هما اللي غادي يقدروا ينظموا راسهم ويتعلموا كيفاش يتعلموا. ايوا راه كاين عاوتاني ايه راه مزيان، ولكن راه كاينين عاود الوالدين، راه هادشي راه غادي نمشي نشوفو مع السي حسن، راه كاينين الوالدين تيقول لك اودي راه ما كرهناش حنا نلقاو اللقاح غير يمشي ولادنا يمشيو للحضوري. راه كاين هادشي حتى شي حاجه انا متفق معك، انا كنهضروا على ظرف استثنائي، غير اذا كان التلميذ غيقول غدا عندنا تعليم عن بعد، اما هو عنده عن بعد بشكل عام ولا عنده نهار بنهار، يكون مسجل لنا ذاك البرنامج كنشروه اسبوعيا مسجل بان غدا من 11 ل 12 خصو يكون حدا التلفازه باش يشوف الدرس، وبعدها يدير شويه ديال التمارين، وبعدها يمشي يلعب. الا تعلم غير هذا الشيء راه مزيان، حاجه مهمه. اما كون اننا نقولوا غير في التلفازه والكتاب ما نحتاجوش، لا. حاجه اخرى، العام اللي داز ديك المناطق اللي ما عندهم لا تلفزيون لا تلفازه كانت قليله ولكن موجوده يعني سو با كونكتي، اش دار الوزاره؟ طبعات مليون دليل ديال الدعم، مليون اللي وزعناها بالمجان، وهذه السنه حنا خدامين وغادي نمشيو لديك المناطق بالاضافه للكتاب المدرسي، نمشيو بالدلائل ديال المراجعه. نقول رقم واحد، نعم، لحد الساعه عندنا 2000 درس اللي صورناها قبل من العطله، وغادي نزيدو نصورو 10000 اخرى باش نضمنوا السنه كامله، لا اللي خدامين حضوري ولا بالتناوب ولا اللي عن بعد. حسنا، غادي نشوفوا المواطنين شنو قالوا على التعليم عن بعد ونرجعوا. بالنسبة للقرار اللي اتخذته وزارة التربية والتعليم من أجل الدراسة عن بعد، فهو بالنسبة لي أنا شخصيا قرار غير صائب، حيتاش ولادنا ما كانوش كيركزوا صراحة في البيت. أنا كنفضل الدراسة حضوريا، وفي نفس الوقت نتخذوا جميعا جميع التدابير للوقاية والحد إن شاء الله من هذا الفيروس. سيدي الوزير، أسألكم عن نسبة تحقيق الأهداف المنشودة من توقف الدراسة، خصوصا بمجموع عمالات مقاطعات الدار البيضاء واعتماد التعليم عن بعد في ظل تزايد عدد الحالات المصابه بكوفيد 19 رغم القرارات المتخذه. سيدي الوزير، هل المده التي اتخذتموها كافيه للرجوع الى المدرسه ام سيكون توقفات اخرى في ظل هذا الوضع المقلق دائما بالدار البيضاء طبعا؟ عزيز من مديونه، انا عندي مكتبه في مديونه، كنشوف ان الحالات ديال العسره في اللوازم المدرسيه ما كاينش واحد البيع، ما كاينش لا روتاسيون ديال الكتب، ما كاينش اقبال، الناس اصلا مشغوله غير بولادها على الدخول، كيفاش غادي يجيروا لا سيتياسيون في المدرسه. السلام عليكم، معكم فرح الجريدي من مدينة فاس، أدرس في المستوى الثاني ابتدائي، أريد أن أعرف كيف ستكون الدراسة هذا الموسم حضوريا أم عن بعد، وشكرا لكم. بالنسبة لنا كفاعلين في المجال التربوي كنا نامل أن يكون اللقاء الأول مع متعلمين حضوري، لكن ما فرضته الحالة الوبائية لمدينتنا وبلادنا جعلنا نتأسف لضرورة التدريس عن بعد كخيار أول، ونامل أن تتحسن الحالة الوبائية ونعود إلى الوضع الصحيح وهو التعليم الحضوري. كنت متحمسة بزاف لهذا الدخول المدرسي، خصوصا أننا توقفنا لواحد المدة طويلة على الدراسة، ولكن واجهت واحد الإكراه اللي هو الخوف والفزع من هذا الفيروس، خصوصا أنه خطير وكينتشر بواحد السرعة كبيرة، ولكن الحمد لله المؤسسات ديالنا اتخذت واحد البروتوكولات احترازية صارمة لحمايتنا وحماية المحيط ديالنا ككل، وحنا كتلاميذ مجبرين على الالتزام بها واستعمال الكمامات والمعقمات اليدوية باستمرار لحد من انتشار العدوى. وياك استاذ احجي، اذا بالنسبه للتعليم، التعليم عن بعد تيبقى خيار اساسي، وبالنسبه اللي اختار التعليم الحضوري فكيف ما قالت البنيه الاخرى فتتبقى شروط ديال الوقايه والسلامه هي الاساسيه. نرجعوا علاش الا سمحتوا لينا غادي نعطيو غير الارقام الاخيره ديال هذا النهار هذا، ف 2430 حاله اصابات جديده اللي كاينه اليوم، ولينا دابا ما تنهبطوش على 2000. بالنسبه للوفيات 33 حاله وفاه اللي تسجلت اليوم، الله يرحمهم الله يرحم جميع الموتى في هذا النهار هذا ديال الجمعه.
وبالنسبة للحالات الشفاء ف 2344 واحد اللي تشافى والله يشافي باقي المرضى والمصابين. إذا حنا كنشوفوا أن الأرقام مازال مرتفعة وبأن السلطات اختارت الاختيار الصائب من اللي قررت المناطق اللي فيها بؤر بأنها يكون فيها التعليم عن بعد. أنتم من انطلاق من كونكم كتشتغلوا في مجال التقييم والبحث في المجال ياك في المجال التربوي، فكيفاش تتقيموا هذه التجربة هذه ديال التعليم عن بعد؟ واش صالحة مزيانة أن راه يمكن لها تفكنا مشاكل في العالم القروي ديال العزلة وديال؟ طيب اولا كنت الله يرحم الموتى اللي ذكرتي العدد ديالهم اليوم، وكنت لنا الشفاء المصابين. غير بغيت نذكر بان هذه الاعداد اللي ذكرتي مقارنه بالاعداد الموتى اللي كتوقع عبر حوادث السير او عبر سكتات القلبيه او هي قليله جدا. يعني ما نزيدوش باش ما نكرش ما نخلقوش العلع والخوف، هذا معطى كاين. طيب السؤال اللي طرحتي اللي كيخص التعليم عن بعد، انه نمشيو واخا نمشيو بسرعه. طيب التعليم عن بعد، ملي كنهضروا التعليم عن بعد كنهضروا على التعليم الحضوري. التعليم الحضوري له ايجابيات وخصو يكون، لان في التعليم الحضوري كاين بعدا واحد المعطى اللي تذكر هو الجانب العاطفي، وذاك اللقاء الاول مع التلامذ ضروري باش كيكتسب واحد الثقه كردوا لهم اعتبار، لان كان واحد المده فاصله كبيره جدا اللي كان واحد القطاع المدرسه راه تحشوا المدرسه تحشوا الاصدقاء ديالهم هما عبروا عليا، وخصنا نردوا لهم هذه الثقه. راه 6 شهور وما شافوش المدرسه. 6 شهور في المدرسه. فعلا هناك مجموعه الاشياء اللي التعليم عن بعد كذلك له مزايا وعنده المزايا وعنده العيوب ديالو. شنو الميزات لان محتاجين له دابا؟ الميزه ديالو هو اننا يمكننا نحتفظوا واحد العدد كبير في المنازل ديال التلامذ اللي الاسر اللي خداوا قرار، وهنا احترام قرار. حب يعني الاختيار ديالهم انهم يقراو وليداتهم في الدار، خصنا نحترموا هذا القرار. ثم المناطق اللي صعبه الولوج اللي ما عندهمش امكانيات وهذا غايحلنا التعليم عن بعد المشكله، ولكن خصنا نجهزوها. علاش نبقاو نهضروا هكذا ونقولوا نعطيو توصيات ومقترحات ونبقاو كنتفرجوا؟ لا، خاص فعلا نوضوا دابا ونكونوا عمليين. صح عمليين، هذا الشيء راه ونتضامنوا. تضامنا ودرنا واحد صندوق كورونا وعاوننا الاسر ونقدنا مجموعه ديال الاسر، نتضامنوا حنا كاملين مستعدين باش نلقاو الوسائل الناس اللي ما عندهمش باش يقراوا، وباش الناس يطمئنوا نخلقوا واحد النوع من الاطمئنان. انا ما نكثروش من هذا العالم. نعم سي حسن اعبو، وهذه المساله هذه ديال التضامن وهي اللي كتخلينا نمشيو. راه هذه القرارات كلها اللي تتخاد راه كتعتبر قرارات صعبه، كتعتبر قرارات صعبة وقاسية، ولكن هذا الشيء ضروري باش يمكننا نواجهوا الوباء. وهنايا راه تنتكلموا على الدور ديال الأمهات والآباء والأولياء ديال التلاميذ، وكذلك ديال جمعيات المجتمع المدني اللي خصها تقوم بواحد الدور وتفعل ذاك الدور ديالها، ماشي داخل المؤسسة وخارج المؤسسة، اللي يمكن لها تساهم فيه في هذه العمليه ديال التضامن بالتوعيه، بالبحث على كيفاش يمكننا نعاونوا الدراري اللي ناقصين شويه في القرايه، كيفاش نعاونوا الدراري اللي ما عندهمش امكانيات. هذا الشيء هذا واش تتفكروا فيها سي حسن عبو؟ نعم سي صلاح، هناك مجموعة من الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني محيطة بكل مؤسسات تعليمية، ولكن قبل ذلك سي صلاح راه نرتكب أحيانا بعض واحد الخطأ، هو أننا كنقولوا هادو وليداتنا. هادو نعم هادو وليداتنا، ولكن هادو مستقبل ديال البلد. اليوم حنا كنجيريو مستقبل البلد، راه ما كيتعلقش الأمر بالوليد ولا شي حاجة، مستقبل البلد كله. هنا حنا دعونا وما زلنا ندعو جميع الاباء. فاش كنقول جميع الاباء راه انت وانا واي واحد واحد اباء عندنا وليداتنا في مؤسسات تعليميه، لا نفرق بين الخاص والعام، نتكلم عن المدرسه المغربيه. بالتالي فالمهندس مدعو له ان يكون في جمعيه الاباء، المحامي كذلك، الشاعر كذلك، الكاتب كذلك، جميع الفئات ديال المجتمع المغربي يجب ان تلتف حول المؤسسات التعليميه، كذلك الفاعلين الاقتصاديين. اليوم حنا في حاجه الى
الالتفاف على هذه المؤسسة وإلى مد اليد العون لهذه المؤسسة التي تعاني من مجموعة من الإكراهات ومجموعة من النقائص. نعم. اليوم احنا مع أول يعني انعراج، مع أول منعطف وقع ما وقع، الجائحة عرفتها بلادنا على غرار جميع البلاد ديال العالم، وقينا بأن المؤسسة ديالنا ما مستعداش تقبل تلامذ حضوريا إلا بعد جهود كبيرة جدا ديال السلطات المحلية وبعض السلطات المنتخبة وكذلك ديال جمعية أباء وأمهات وأولياء السلطات الصحية وكذلك وزارة التربية الوطنية والسلطات الصحية مشكورين طبيعة الحال والسلطات الأمنية جميع الأجهزة. نشهد ونقول بملء الفم وبقناعة تامة بأن هناك تعبئة وطنية شاملة من أعلى هرم إلى أدنى، وهذا الشيء اللي كان نفتخر بهذه الوحدة وبهذا التلاحم. نعم. لا نزيد، ولكن يجب أن نقول لبعضنا البعض بعض الحقيقة. التعليم التعليم عن بعد اليوم لا يمكن أن يكون يعني بديلا للتعليم الحضوري أبدا. لا ما قلناش بديل، لا ما قلناش لا سي حسن ما قلناش بديل، ولكن حنايا محتاجين له في هذه الفترة. راه كاينين المدن اللي مشدودين، ما غاديش نقولوا للناس سيري وجلسوا ما تقراوش، حنا محتاجين له، محتاجين نطوروه نخدموا باللي كاين في 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 إطار أقل الخسائر. نعم، اليوم اللي كسبنا التعليم عن بعد، شنو كسبنا عن التعليم عن بعد؟ هو ذاك الرصيد اللي تكلم عليه السيد المدير الجهوي السي محمد عواج ديال مجموعة ديال الدروس اللي نهيت التسجيل ديالها، وحنا كنحييو الناس اللي كتقوم على هذا التسجيل. اليوم كاين واحد التراكم، بداية أننا بدينا كنراكموا هذا الشيء هذا اللي غدا ممكن تكلموا أنه يكون عندنا تعليم حضوري بجميع مقاييسه. اليوم نكتفي بما هو كائن. نعم، اليوم ما يمكنناش نتصوروا السي صلاح بانه التعليم التعليم عن بعد غادي يكون بنفس الطريقه اللي كان فيه قبل في الحجر الصحي. لماذا؟ غادي لان في الحجر الصحي كانوا الاباء والامهات يلزمون بيوتهم، وبالتالي كيضغطوا على داك الوليدات باش يكون واحد النوع ديال ديسيبلين. اليوم الام في العمل، الاب في العمل، واش كتصور بان الولد غيفتح داك التلفازه ولا غيفتح داك التلميذ التايس؟ هذا هو الاشكال اللي عندنا في التعليم عن بعد. نسال الله احنا انه يكون ايوا هذا الدور ديال الوالدين، هذا الدور ديال الوالدين، يقول له هذا الدور ديال الوالدين، راه دوزوا عطله طويله. ايوا ايوا واخا هكاك ملي يجي يجي يقول له واحد حيد الرسوم وقرا شويه ديال الدرس نتاعك تستافد منه شي حاجه. راه هذا الشيء اللي غادي ياك كنهضروا على التعليم عن بعد، تنهضروا كذلك على التعليم الحضوري، وكان بودنا كذلك بعجاله الا سمحتي الناس سي محمد عواج كذلك نهضروا على النمط التربوي القائم على التناوب بين التعليم الحضوري والتعليم الذاتي. هذا هو الاخر اللي كنتكلموا عليه. شكرا سي صلاح. نعاود نقولوا على الحاجه واخا هي يجب خصنا نقولوها ونعاود نقولوها. حنايا ماشي باش نخلعوا باش نعملوا الهالة. الوضعيه ديال الوباء خلال هذه الاسابيع الاخيره في المغرب اصبحت مجموعه ديال المدن مقلقه، المؤشرات تقلق، الحياه ديال الانسان ديال التلميذات والتلاميذ والاساتذه فوق كل اعتبار. وبالتالي ملي كنقولوا مكره اخوك لا بطل، ملي كنقولوا التعليم الذاتي راه ماشي راه مفروض، ملي كنقولوا مؤسسه تشد لان داك الناس داك الروح عزيزه. نعم، ما يمكنش نغامروا وبنياتنا هذوك، ما يمكنش نغامروا، ما يمكنش نغامروا هكذا ونمشيو. والارقام راه عطيتها ارقام اليوم والبارح وديال الاسبوع اللي داز. بالتالي خصنا نجتهدوا كاملين كل واحد. نعم، ونطلبوا الله ان المؤشرات تهبط. ما يتعلق بالتعليم الحضوري وبالتناوب غيكون تفويج، غيكون واحد الفوج يجي نهار الاثنين ولا اربع ويجي نهار الجمعه، فوج اخر يجي نهار الثلاث والخميس والسبت. هاد المعطيات ياك هي موجوده، كاينه عند في الموقع ديال الوزاره، وكاينه كذلك في الاكاديميات عندكم المؤسسات التعليميه سي صالح، وفي المؤسسات التعليميه مزيان راسو استعمالات الزمن ديالو، وقولوا الناس يمشيو يشوفوا استعمالات الزمن ديالو. الله يرضي عليك. نعم، هاد القضيه اللي كيقول السي حسن فعلا دابا المريض سكنا في التعليم الذاتي كانوا الاسر كونفيني، ولكن هاد المره عندنا واحد الامتياز. المرة اللي دازت في الحجر الصحي الأساتذة كانوا مساكن حتى هما في الحجر الصحي. أما الآن الأساتذة اللي يتبعوا التعليم عن بعد ماهوش في الحجر الصحي. نعم، يكون عندنا عاوتاني هذا الامتياز باش يقدروا يسولوا نهار الأربعاء ويعاودوا يسولوا. نعم، من بعد ويعاودوا يمشوا للمدرسة، وبالتالي
خصنا نديروا يد في يد ونجحوا هذه المساله. ماشي هذا هو المجتمع، في المجتمع خصنا نجحوا. نعم. المجتمع باش نبيعوا جلاف جوج ديال الجملات. انت شتي هذا الشيء، هذا النقاش اللي هو دار بعجاله، شنو اللي خصو يدار دابا باش نكملوا باش نزيدوا؟ اللي خصو يدار هو ان خصنا هضرنا قبيله على علاه، انا كنقول خاص واحد التدخلات تكون صائبه ومهمه من جميع الاطراف. انا كنكرر هذه المساله هذه، وهذه التدخلات ستكون صوص عندها واحد البعد سوسيو نفسي. اللي كنقول سوسيو نفسي خصها بعين الاعتبار كل الاشياء اللي كتهم داك التلميذ، المحيط ديالو، وحتى الحاله النفسيه ديالو. ملي كنهضر على العلاقه ناخذ بعين الاعتبار هذه الحاله النفسيه ديال الاطفال اللي كيسمعوا دابا هذه الاشياء، واللي ربما غادي نخلقوا غدا واحد الاطفال كلهم خايفين. وربما كذلك اننا ننجحوا الا استطعنا ان ندير واحد التدخل سوسيو نفسي ناجح بكل مقاييس، اننا غادي نخلقوا واحد المرحله عندهم شخصيه سويه كيتعاملوا مع هذه الازمه بشكل عادي. نعم، هذا الشيء اللي كنتمناه. اذا كنشكركم الضيوف ديال هذه الحلقه الخاصه. كان معنا السي محمد عواج مدير اكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين بجهه طنجه تطوان الحسيمه، شكرا لك على المشاركه. كذلك السي حسن عبو رئيس الفيدراليه الوطنيه المغربيه لجمعيات اباء وامهات واولياء التلاميذ، كان معنا من طنجه، شكرا جزيلا لك. وكذلك تنشكرك الاستاذ خالد احجي الاستاذ الباحث بالمركز الوطني للتوجيه ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ماشي البرمجه البيداغوجيه. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على المتابعه. بالنسبه اللي فات ويتفرج في هذه الحلقه هذه من البرنامج ديال اسئله كورونا، برنامج خاص اللي درناه اليوم على التعليم وعلى الدخول المدرسي اللي تنعيشوه دابا، يمكن لكم تعاودوا تشوفوا البرنامج على التطبيق ديال ماي دوزيم، وكذلك على موقع القناة الثانية دوزيم.ما. والتفاعل مع مقدم البرنامج، صيفطوا الأسئلة ديالكم، الاقتراحات ديالكم ديال المواضيع اللي بغيتوا نتكلموا فيها ونناقشوها ونجيبوا لكم فيها ضيوف، فالإنستغرام ديالو ها هو كان قدامكم. شكرا لكم، ومازال كنكرروا نبقاو على بال وشروط الوقاية، الكمامة، التباعد الجسدي والنظافة، راه هادو هما الشروط اللي بين يدينا باش يمكننا نقضيو على وباء كورونا. شكرا لكم، إلى اللقاء.